عبد الله سليمان من مواليد العراق سنة 1931. أبوه كان عراقي وأمه إيرانية من أب يهودي أعلن إسلامه، وبدأ سبب عمله كجاسوس وهو في المدرسة الإعدادية في حي القازمية ببغداد. لما اكتشف دمامة في صوته وفي ملامحه خلت زملائه في المدرسة يضحكوا عليه دايما وينتقدوه باستمرار، وده اللي هز ثقته في نفسه وما بقاش ليه أصدقاء وبعد عن الناس وانزوى على نفسه، واتمنى لو كان غني ومعاه فلوس تعوضه عن دمامة صوته وشكله، واعتقد ان المال هيخلي الناس تحترمه وتقدره وتتمنى انها تتعرف عليه. وبعد ما انهى دراسته الثانوية التحق بكلية الاداب بجامعة بغداد وحصل على ليسانس بتفوق بعد 4 سنين. بعدها اشتغل في مدرسة وكان عمره وقتها 25 سنة. عبد الله ما ارتبطش عاطفيا بأي بنت حتى وهو في الجامعة، وكان بيشوف زملائه بعضهم مرتبط بزميلاتهم، إنما هو كان كل ما يحاول يتعرف على بنت تنفر منه بسبب ملامحه اللي شاف إنها سيئة، أنفه الكبير، فكه البارز، حتى الأطفال اللي كانوا بيشوفوه في أي مكان كانوا بيخافوا منه. ده اللي زود إصراره إنه يبقى غني ومعاه فلوس كتير، وافتكر إن ممكن بالفلوس يشتري الحب، فقرر انه يقتصد من مرتبه على قد ما يقدر. كان مرتبه وقتها 36 دينار وده كان مبلغ كويس قوي وقتها، وقدر انه يحوش منه نصه، واستمر على المنوال ده لمدة 5 سنين، حرم نفسه فيها من كل حاجة، المهم انه يبقى غني، ومش مهم بقى انه ياكل او يلبس كويس. وتعرف على بنت اسمها سهيلة، كانت بنت فقيرة عدت سن الزواج، وتقدم للزواج منها ووافقت سهيلة، وعاشوا بعد الزواج في شقة صغيرة بحي القازمية ببغداد، والاتنين كانوا راضيين ببعض والحياة ماشية. بس الفلوس اللي كان حوشها عبد الله طول ال5 سنين أغلبها اتصرف على الزواج وتجهيزاته. طب يعمل ايه بقى في حلمه اللي في راسه من زمان؟ لازم يبقى غني. وبعد مدة من زواجه قال لزوجته انه بيفكر يأجر مطعم صغير، وطلب منها مساغها علشان يأجره، وقالها إن هي اللي هتديره طول فترة عمله في المدرسة. لكن زوجته فاجئته بخبر حملها وضاع حلم المطعم، وبدأ يفكر هيجيب مصاريف الولادة ورعاية الطفل اللي جاي ده منين، وملقاش حل غير إنه يشتغل شغلانة تانية بعد الظهر، وخرج يلف شوارع بغداد يدور على شغل لحد ما تعرف على واحد يهودي اسمه الخواجة ذلخة، وعرف ان عبد الله بيدور على شغل وانه مدرس، فعرض عليه انه يدي درس لبنته في البيت لانها كانت عندها اعاقه في القدم، وطبعا وافق عبد الله وبدون اي تردد، واخذ العنوان من الخواجه زلخه وحدد له الميعاد اللي هيجي له فيه. بيت الخواجه كان في حي راقي جدا في بغداد، ما بيسكنوش الا الاغنياء، جناين وقصور ابهرت عبد الله لما شافها، وراح لبيت الخواجة بيتفخم، فتح له الخادم ودخله للصالون، وعبد الله منبهر بالأثاث الفخم اللي مال البيت. وجي الخواجة زلخة ومعاه بنته الجميلة إيرينا واللي كان عمرها 17 سنة، عرفوا الخواجة عليها وطلب منه أن يديلها دروس في الإملة والحساب، وقال له تقدر تيجي تديلها الدرس في أي وقت، وسابهم وخرج. قعد عبد الله قدام إيرينا وهو منبهر بجمالها، وما شافش في نظراتها ليه انها بتنفر من ملامحه، الاحساس والنظرات اللي سببت له عقده طول حياته. كانت بتتكلم معاه بلطف وبادب، والحقيقه انه حس في اللحظه دي باحساس عمره ما حسه قبل كده حتى مع زوجته، حس انه منجذب ليها ومش عايز الدرس ينتهي علشان ما يسيبهاش، لكن في النهايه خلص الدرس ومشي. لكن صورة إيرينا ما فرقتش خياله، وبقى يستنى معاد الدرس الجاي بفارغ الصبر. وتكررت زيارات عبد الله ودروسه لإيرينا، وبدأ يلاحظ إنها أخدت بالها من إعجابه بيها، وهي كمان بدأت تلمح له إنها معجبة بيه، والتاني ما صدقش نفسه، معقولة بنت بالجمال ده تعجب بيا؟ أنا اللي صوتي وملامحي كانوا دايما مصدر لانتقاد كل اللي قابلني وبعد عني أي بنت كنت بحاول أتعرف عليها، معقول؟
وأصبح من بعدها عبد الله دايم زياراته لإيرينا وما بقاش قادر يبعد عنها. وفي يوم كان بيزور الخواجة زلخة في بيته واحد يهودي إيراني اسمه عوازي سليمان عميل الموساد، والخواجة زلخة هو كمان كان عميل الموساد، واللي حط عينه على عبد الله من أول ما قابله وعرف بحاجته للمال. وإيرينا نفسها كانت الطعم اللي هيقدر بالموساد يصطاد عبد الله. المهم عرفوا الخواجة زلخة على عوازي بأنه صديقه رجل أعمال، وبدأ عوازي يتكلم مع عبد الله، واللي عرف عوازي عميل الموساد المتدرب كويس قوي من خلال كلامه مع عبد الله هدفه الوحيد في الحياة، وهو إنه يبقى معاه فلوس كتير. فقال له عوازي: أنت عقليتك فزة، وأنا محتاج العقلية دي علشان تدير فرع مؤسستي اللي ناوي أفتحه في بغداد، فإيه رأيك تكون أنت مدير للفرع ده؟ وعبد الله ما صدقش نفسه، أخيراً الحلم هيتحقق، ووافق على طول وبدون أي تردد. فطلب منه عوازي دراسة اقتصادية للسوق في بغداد واداله 100 دينار، وصاحبنا ما تأخرش وكتب له تقارير اقتصادية أخذها من ملفات وزارة الاقتصاد عن طريق زميل دراسته جواد بعد ما اداله مقابلها 40 دينار. التقارير عجبت عوازي جدا، لكن ما بينش إعجابه بيها لعبد الله وادعى إنها تقارير مش مهمة. وفي درس من دروسه لإيرينا اتفاجئ بيها لما صرحته بحبها ليه، وطلبت منه إنه يتفانى في عمله مع عوازي علشان يختني ويقدروا يتجوزوا. وطبعا التاني ما صدقش نفسه للمرة التانية، وعدها إنه هينفذ اللي طلبته منه، وإيرينا بتنفذ الخطة بمنتهى البراعة. وبدأت مقابلات عبد الله مع عوازي، ولما كانش عبد الله لحد اللحظة دي فاهم إن عوازي عميل للموساد، وإنه بدأ يدربه علشان يكون جاسوس لإسرائيل. فبدأ عوازي يدربه إزاي يعرف آراء الناس في الشوارع عن السياسة والاقتصاد، وإزاي يعرف الأخبار وأسرارها، وقال له إن كل ده مهم إني أعرفه لأنه هيفيدني جدا في تأسيس فرع مؤسستي في بغداد. عوازي كان حريص جدا لحد اللحظة دي إن عبد الله ما يعرفش إنه بيتم تدريبه وعمله كجاسوس، علشان ما يتصرفش أي تصرف خاطئ يكشفه ويكشف عوازي معاه. وبدأ عبد الله يجمع كل المعلومات اللي طلبها منه عوازي، لأنه حلمه إنه يبقى غني ما بقاش هو حلمه الوحيد، بقى فيه إيرينا كمان وحلم زواجه منها. وسلم عبد الله كل اللي جمعه لعوازي، وللمرة التانية قال له إنها معلومات بسيطة ومش مهمة. عبد الله اتضايق المرة دي لأنه كل مرة يجمع له معلومات يقوله إنها مش مهمة، فسأله هو متنرفز عن أهمية المعلومات دي لمؤسسة التجارية. عوازي بين له إنه اتضايق من سؤاله وسابه وخرج من الأوضة. إيرينا كانت قاعدة معاهم، واللي اتعصبت على عبد الله وقالت له: أنت عملت إيه؟ عبد الله واللي ملاه شعور بالخوف من فقدان عمله مع عوازي واللي هيحقق له حلم الغنى والفوز بإيرينا، قال لها وهو متلخبط: أنا ما عملتش حاجة. لكن إيرينا اتهمته بأنه زعل عوازي بسؤاله ده، فسألها عبد الله: وأعمل إيه دلوقتي عشان أصلح الحكاية؟ فسابته وراحت تلحق عوازي في الجنينة قبل ما يسيب البيت. اتكلمت معاه كام دقيقة ورجعت قالت لعبد الله إنه غلط غلط كبير لما سأل عوازي السؤال ده، وطلبت منه إنه ما يسألوش بعد كده عن أهمية المعلومات اللي بيطلبها منه للعمل التجاري، وإلا عوازي مش هيشغلوا معاه ومش هيقدروا يحققوا حلمهم ويتجوزوا، وإنها ترجته يديله فرصة تانية. وعبد الله واللي كان على أعصابه وخوفه من فقدان أحلامه وعدها إنه مش هيسأل عوازي بعد كده على أي حاجة. وبعد دقايق رجع عوازي لعبد الله وكان هادي جدا عكس ما خرج، وقال لعبد الله واللي لمح في عينيه الخوف من فقدان عمله معاه وبكل هدوء: فعلا يا عبد الله، لازم نعرف كل حاجة عن الأسواق وآراء الناس علشان ما نضحيش بفلوسنا. احنا مجموعة رجال أعمال إيرانيين عاوزين مشروعنا اللي هنعمله في بغداد يكون في أمان، يعني لو في مشاكل في السوق العراقي بالطبع هيأثر على المشروع، وأي استقرار أو اضطراب في السوق هنا مرتبط بالسياسة. فهمتني دلوقتي
ليه كنت بطلب منك معلومات عن حركة الأسواق وآراء الناس العامة؟ وعبد الله بيسمع وتقريبا مش فاهم أي كلمة من كلام عوازي، كل اللي فاهمه إنه لازم يطيع أوامره وما يزعلوش بعد كده علشان يقدر يحقق أحلامه. وإيرينا وبأسلوبها الهادي وبنظرات الحب لعبد الله طلبت منه تنفيذ الأوامر وبس، وبدأ عبد الله ينفذ كل اللي بيطلبه منه عوازي، وما بقاش يسأله بعد كده عن أي حاجة، ما هو مش عايز يزعله منه تاني لا هو ولا حبيبته إيرينا. واستمر الحال ده 4 شهور لحد ما عرف بحقيقة عمله وإنه جاسوس، بس افتكر ولأن عوازي قاله إنه إيراني إنه جاسوس لصالح المخابرات الإيرانية. وعوازي فهم إن عبد الله اعتقد ده فسابه على اعتقاده وما فهموش الحقيقة، حقيقة إنه بقى جاسوس لصالح إسرائيل. لكن وبرغم اعتقاد عبد الله إنه أصبح جاسوس لصالح إيران مهموش، المهم عنده الفلوس وبس، الفلوس اللي هتخليه غني ويقدر يتجوز إيرينا الجميلة. وعوازي كان في كل مرة يقابل فيها عبد الله في بيت الخواجة زلخة يعلمه مهارات جديدة علشان يبقى جاسوس ممتاز. لكن في يوم وبدون أي مقدمات اتفاجئ عبد الله خلال زيارته لبيت الخواجة زلخة إن الخواجة خاد عيلته وسافروا لإيران. الدنيا لفت مع عبد الله، إيرينا سافرت وسابته ومن غير حتى ما تودعه، لكن عوازي طمنه إنهم هيرجعوا، وافتكر عبد الله كده فعلا. وحصلت نكسة 67 واتأكد عبد الله إنه مش هيشوف إيرينا تاني، ورجع لعمله مع عوازي من تاني، وطلب منه عوازي إنه يجمع معلومات عن أخبار القواعد الجوية القريبة من بغداد، وخصوصا قاعدة الرشيد الجوية وكل التغييرات والتجديدات اللي بتتم فيها. وقدر عبد الله إنه يجمع له كل المعلومات دي، وكمان قدر إنه يوصل لأسماء أنواع جديدة من الرادارات السوفيتية، واداله عوازي كاميرا صغيرة في شكل ساعة يد علشان يصور بيها كل الأماكن اللي بيزورها. لكن عبد الله معرفش يشغلها وخبى الميكروفيلم في جيب سري بشنطة يد صغيرة، لكن بعد كده عوازي دربه على تشغيل الكاميرا. عبد الله كان في كل مرة يروح لمكان معين يصوره كان بياخد زوجته معاه، يعني علشان محدش يشك فيه. لكن وفي الزيارة ليه لأحد القواعد العسكرية علشان يصوره وزوجته كانت معاه برضه، لاحظت حركات غريبة منه وهو بيمسك الساعة اللي في ايده، واستغربت من شكلها ودققت النظر فيها وعرفت انها عبارة عن كاميرا صغيرة، فسكتت وما قالتلوش اي حاجة. وبعد ما روحوا راقبته لحد ما عرفت انه مخبي الميكروفيلم الخاص بالكاميرا في كعب حذائه الجديد، وراحت على طول لمخفر الشرطة تبلغ عن زوجها. الضابط اللي كلمها ما صدقش انها جاية تبلغ عن زوجها، لكن المهم بلغ الاجهزة الامنية بامر عبد الله وبلاغ زوجته عنه وروحت زوجته. وتاني يوم الفجر اتفاجئ عبد الله بقوة من الأمن ومعاها أمر تفتيش للبيت، وأرشدتهم زوجته عن الكاميرا ومكان الميكروفيلم الخاص بيها واللي مخبيه عبد الله. وعبد الله واقف ومش مصدق إن زوجته بتسلمه للشرطة، لكن في النهاية أخدوه للتحقيق معاه بعد ما أخدوا الكاميرا والميكروفيلم. وتقدم عبد الله للمحاكمة بعد ثبوت تهمة التجسس عليه لصالح إسرائيل. وطول شهور المحاكمة معاه وهو مصر على إنه جاسوس لصالح إيران مش لإسرائيل، لكن كل الدلائل كانت بتأكد إنه كان جاسوس لصالح إسرائيل مش إيران. وصدر في النهاية الحكم عليه بالإعدام، وهو في زنزانته منتظر تنفيذ الحكم جاله تعب شديد في المعدة، نقلوه للمستشفى وعملوا له عملية الزايدة، ورجع بعد شفائه للسجن من تاني، وتم تنفيذ حكم الإعدام يوم 28 مارس سنة 1968. وبعد تنفيذ الحكم لقوا في زنزانته دفتر صغير كتب فيه مذكراته وقال عن أحلامه اللي ما حققهاش، وكتب كتير عن إيرينا ومدى حبه ليها. أما زوجته فعاشت بعد ما عرفت بخبر إعدامه حزينة بتبكي على شريك حياتها اللي باع وطنه. وانتهت حكاية عبد الله سليمان اللي قضت عليه أحلامه، اللي عاش طول عمره نفسه يحققها،
لكن اختار الطريق الخاطئ لتحقيقها، واللي انتهى بيه لنهاية كل واحد فكر أو يفكر إنه يبيع وطنه. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش فضلا وليس أمرا تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير في حكاية جديدة. تحياتي.